فالناس كانت رافضة الموضوع، فالهاشتاج رجع تاني بس ترند رئيس على مصلحة الضرائب أستاذ عبد المنعم مطر لسه مكلمينه من شوية ما قالش إن الاجتماع فشل، قال إنه هم الشركات الثلاثة رجعوا تاني. الو. رجعنا تاني لحضراتكم، والحقيقه انه قبل الفاصل اللي لسه راجعين منه دلوقتي ده كان معانا على التليفون مؤسس حركه او فكره او مبادره مش هنشحن. واضح انه لما قلنا كلمه مش هنشحن يعني حد زعل مننا ولا حاجه وقرر ما يشحنلناش احنا كمان كهربا، فبنعتذر جدا طبعا على الخطا ده اللي مش مقصود اكيد مننا، وبنرجع تاني في الدقائق اللي فاضله دي نرحب بس مجرد